شوف الماضي، انا اصلا ما عندي ماضي. عندك تعرف. عندك الماضي باش تعرف، عندك الماضي يا سيمري. اش كتزدح عليا يا مراد؟ والله عندك الماضي يا سيمري. دابا تبعني المهدي. الله يحفظك. بسم الله. سي مهدي لاباس عليك؟ الفترة بعدا كاينه ويحمد الله في لاباس عليا ولا ما لاباسش عليا. كاع فيك بسالة لا؟ اينا بسالة. لا دابا بغينا الفترة. دابا بسالة بغا دير فيها عايق دابا أنت. مهدي. كوب كوب عفاك. أضاني. لا هادي راه دابا اللي كيدير بسالة هادي. حيت مازال ما فهمتش الكونسيبت. ما قلتيش لي والو قبل ما ندخل. مش كدوي معاكم معصب عليا. وحيت ما قلتي لي والو قبل ما ندخل. دخلت سلمت عليك صافي جينا لهنايا درنا اللعيبه دخلنا شنو اللعيبه درنا لونطري اها دخلنا شنو ما قلتيش لي هذا قبل الفطور ولا مور الفطور ولا غير باش نشرح الكونسيبت ديال البرنامج كندخلوا كنبداو ما خصنا ناكل والو في الطبله حيت باقي ما ادنش كنبقاو نضحكوا ونقشبوا كنهضروا كيادن ومن بعد عاد كنفطروا او ميم طون كنهضروا نتوكلوا على الله يلا يلا عافاك غير ما توشي حتى شي حاجه حتى يادن يلا زير فيلا كنتي جيعان وجاي ملهوف على الماكله من بعد خوا دو ان اي سي مهدي مرحبا بك شكرا سي مراد شكرا على الاستضافه ديالك فاصل ونواصل انا كبرت بيك تكبر بيا شكرا حين استضفتيني وعيطتي لي البرنامج ديالك كاع داكشي اللي قلت ما عجبكش لا حيت ما شكرتيني ما حتى شي حاجه بحال اللي داخل نشكرك الحبيب نشكرك يلا خوا دو ان اي نهار كبير هذا الله يطول عمرك في هذا الجو الرمضاني كيدوزتي هذا النهار هذا انا هذا النهار هذا بعدا كاين كنسين هذا الوقيته تجي بفارغ الصبر واش شكرني بعدا وبلاتي يا صاحبي انا جايك انا غادي نشكرك انت هادشي اللي باغي غير نشكرك احنا غادي نشكرك تفضل سي مهدي اول حاجه انا هذا النهار هذا فرحان بزاف على وديش غادي نشوف احسن خويا موران احسن مقدم سيدتي وسادتي فاصل ونواصل لا هنا بنتي بحال اللي كتلحس كابه ترتيب بزاف عرفتي علاش المهدي؟ ها شويه حيت انت ندمتينا كاع باين بحال انا مدور معاك كاع يلا سير يلا عافاك 3 2 1 اي شكون اللي عمر لك راسك وقال لك انت كتعرف تمثل وكتمثل؟ لا حتى واحد ما عمر لي راسي انا تزاديت من كرش امي ومن كوب عافاك كوب شوف كل جمله في راسك عاد اقولها حيت كدوي مقطع واش حنا كنديروا الانشاء مراد؟ تبيه معصب اصاحبي لا راك انت اللي عصبتيني مراد لا ما فهمتش لا راك انت اللي عصبتيني انا ما فهمتكش انا كنسولك سؤال وانت كتدخل وتخرج في الهضره ولا وانت جالس لا صاحبي واش انت جالس عليا لا ما كونتيش الجمله لا انا ماشي صاحبك لا انا صافي المهدي نقولك شي حاجه ديرها صاحبي هكا نطول ماشي غادي نقول لك شي حاجه ديرها مالك شكون انت انت جاي عندي البرنامج وجي عندك البرنامج شنو باغي شنو يلا عندنا ساعه خصني نكملوا يلا داني السؤال اللي من وراه فهمتي باش ندوزوا للضيف المفاجاه سي بون انا اليوم غادي نوين صيدك بلا ما ندوين مالك مالك شنو؟ كنشوف الطريقة ديالك كيفاش دايرة ما فهمتش مالها شنو؟ كيفاش مالها؟ وقيلا ما كتشوفش راسك انت كيفاش كتعامل كيفاش كنتعامل؟ كنهضر معاك عادي لا ماشي عادي ما كان مهدي تكيتو انت شنو؟ لا 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 ماشي عادي حتى انت راك غير مراد العشابي شنو غادير فيها نجم؟ تكيتو انا العشابي واش عارف راسك شنو كتقول؟ لا شنو؟ لا واش عارف راسك شنو مكبر بك جايبها انا تصرتي؟ هو حتى انا راني مكبر بك مراد وجاي عندك وعارفني منين جاي انا عارف منين جاي خليني ساكت ما جيناش نتعاطاو هنا سي مهدي يلا سير انت صاحبي دير بحال العيالات تبغى تعاطى معايا يلا سير انا ما كنتعاطاش انا كنجي فاص شكون قبيله وانت كتنقر واحد انت اللي بقيتي كتحك عليا صاحبي يا مراد ها كيفاش تهضر واش انت عاد تقول انا كيفاش نهضر انا الصوره ديال قدام الناس راه كتفتف يا صاحبي يلا يلا 3 عفاك بان شويه كتضحك غير على ود الكاميرا نافق شويه نافق 3 2 1 اي علاش يا سي مهدي كتعدى علينا بالتمثيل ديالك مثلا علاش؟ كون كنت كنتعدى عليك بالتمثيل ديالي ما غاديش تجيب لي من هنايا انا غير عمرت فيك وانت عارف هذه القضيه انا اليوم جبتك حتى لاخر لحظه لا لا الله يرحم لكم الوالدين مراد واش عارف راسك شنو كتقول شنو؟ عفاك كوب بلاتي بلاتي واش عارف راسك شنو كتقول كيفاش انا عمرت فيك؟ ايوا انت عارف هذه القضيه جبتك حتى لاخر ساعه ايوا راه عارف هذه القضيه وكل ما كنتيش عندي عزيز والله ما نجي باش نقول لك على قبل ما نجيتي كل ما كنتيش عندي عزيز ما غاديش نجي لو كان انت بنتك شويه العياقه ما بقيتش كنت كنعرفك انا مراد شوف انت كيفاش كتعامل شوف انت كيفاش كتعامل شوف انت كيفاش كتهضر انت عارفني انا ظريف بزاف ما بغيتش نخرج هذاك الخايب اللي فيا كتهددني ما كنهددكش انا ما بغيتش نخرج الخايب فين نخرجو صرت مراد خليني كنحترمك راك بحال خويا الكبير خليني كنحترمك
3 2 1 اي كاين واحد الممثل كيدوز معاك ديما في سيتكم ديما كياكلك وانت عارفني على من كنهضر في سيتكم ديما كيكون لي كيليبر لا ما لي كيليبر هو اللي مخسرو انت لا لا هادشي هذا راه ولا سبان سبان اسمح لي يا مراد وصافي يا صاحبي راه هو اللي ناض هذا يا مراد اسمح لي اجي اخويا مول السطوط الله يرحم لك الوالدين حيد لي هادشي ديالك ما تخسرش هضره عندي راني ندير فيك خير اجي اخويا المهدي المهدي الله يرحم لك الوالدين علاش نتوما كتبغيو التجميل علاش وكنعرفك مزيان مراد ما عجبكش علاش ما كتقبلش اسئله مراد جبتيني هنا باش تسبني ولا شنو الحشومه عليك مراد والله تحشومه عليك صاحبي وكيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها مراد قنع الضيف ديالو انه يرجع ويكمل البرنامج قسم العمل وانت انكرتي وضربتي الدنيا بركله ومشيتي مع ديك السيده شوف انكرتي الجميل شوف مراد دابا انت عاوتاني غتعاود ترجع لديك هذه هذه شوف انا مرايه ديالك اه شوف وانا وياك هذا الشيء هذا كوب كوب خلينا نهضر صاحبي فاصل ونواصل خلينا نهضر مراد حيت ما بحالي تحرجتي مالو هذا ماك مخلوع يا صاحبي مراد واش واكل شي حاجه مراد راه ما كنعرفكش انت بحال هكا ما بغيتيش ما نهضروش في هذا الموضوع ما نهضروش في هذا الموضوع جو بريفير نزابيو على ودي انا ديجا كنت هضرت معاك يا مراد انت عارف اصاحبي الستيل ديالي مالك يا صاحبي ما تخلينيش ندم حيت جيت عندك هضر اصاحبي ما ترعدنيش يا مراد الله يرحم لك الوالدين وهضر قولي فين غادي فين خطيح في مصيده باين ما ترعدنيش امراض الله يرحم لك الوالدين وهضر اس راه ما بغاش يهضر صاحبي ما بغاش يهضر المهدي المهدي مالك المهدي المهدي والمهدي مراد الله يرحم لك الوالدين مالك صاحبي مالك مراد خليني كنحترمك مراد بعد مني اكون راجل يا صاحبي حل حل اخويا قبل ما نصدقك المهدي 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 نعم كون راجل يا صاحبي نعم يا مراد وصاحبي غير تعال يا صاحبي تعال يا صاحبي نهضروا يا صاحبي لا علاش مقلق انت يا صاحبي مازال كنحترم فيك لدابا الله يهديك المهدي لا هاد المره مهدي تعصب بزاف الحمد لله من العز على مراد وقبل يرجع يكمل عافاك نكملوا راه حيت كان ضحك هو قبل ما يخرج عافاك يدير ديك الضحكه عافاك حيت راكو ما غاديش تخرج يا مراد غير سير يكمل يلا غير كمل اضحك هاد تاول معايا هي غادي تجي راسها والله الا غيكملها يلا يلا اضحك اضحك يلا فازي 3 2 1 اي سي سي مهدي علاقتك ما ضحكتيش سي مهدي نعاودوها عافاك 3 2 1 اي سي مهدي علاقتك بالجمهور شوف انا ديما كنقول انا بالجمهور هو باش طالع والحمد لله ولا لا يخطي عليا نشوفوا راي الجمهور في الفنان المهدي تكيتو اللي عنده شي سؤال يتفضل تفضلي اختي تفضلي سي مهدي كيهمني بزاف نعرف كيفاش كترتاح اكثر واش كترتاح في الادوار الكوميديه التافهه اللي كدير اولا في الاعمال الدراميه اللي صعيبه عليك في نظري كنرتاح في الادوار الكوميديه اللي ماشي تافهه اللي كندير سالات الفقره ديال الجمهور ندوزو للاخرى يلا 3 2 1 اي سي مهدي خصنا نفطروا دابا الاذان وان شاء الله بالصحه والعافيه ومبروك عليك هذا النهار هذا تفضل سي مهدي شكرا بطبيعه الحال انت عزيز عليك الحريره انا درت الحسوه قول لي يا سي مهدي اخويا كتعرف الطيب كنعرف نطيب شوي نعم الا قلنا لك بصراحه علاش مهدي تكيتو كيخبي الماضي ديالو شنو هو هذا الماضي قولوا لي الا كان شي ماضي عارفه غير انت بوحديتك شنو ما نهضرش في الموضوع ولا نهضر لا قول شنو هو نعم شنو هو ديالاش عفاك لا راه غنكشف ليه غنكشف ليه هادشي العربي غيكعه ويكعه ولا بغيكعه ما بغيتش ندخل لك انا في مواضيع سريه ديالك وكشف الماضي انا اصلا ما عندي ماضي عندك تعرف. عندك الماضي باش تعرف عندك الماضي يا سي مهدي اش كتزدح عليا يا مراد والله عندك الماضي يا سي مهدي دابا تبعني مهدي الله يرحم لك الوالدين نعم 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 مهدي واش عرفتي اش درتي ولا لا منشط قلت لك تدخل عليه الحسوه مهدي سير 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 بحالاتك سير بحالاتك مراد احسن لك المهدي مراد غادي تمشي بحالاتك ولا كنقسم فمي برب الكعبه
انا كنهضر معاك. المهدي دقيقه دقيقه المهدي 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 خويا لاخر مره غادي تحيد هذا الميكرو هذا غير اجد ما غنجيش شنو بغيتي من تما دقيقه مراد من تما دابا هذه حاله هذه مدير منشط الا كنتي راجل دخل معايا نكشفوا السر ديالك ومن قبيله وانا كنقول ليك كشف فيه اجي نكشفوا يلا اجي اجي اليوم انا كشف لكم السر ديال هذا المخلوق هذا السر ديالك انك انت والدوسي الخاسر اللي عندك وغنكشفوا دابا للجمهور هو انك فنان كافحتي وناضلتي ومشيتي حفيان للكاستينات وجريتي وجاريتي وهذا الجمهور هذا راه هو اللي يدير لك المقلب جاك هذا البرنامج باش نقيسوا لك الصبر ديالك ودرجه التحمل ديالك تحيه لكم والسلام عليكم.